أعلن البرلمان الإيراني أن نوابه لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني خلال استجوابه غير المسبوق. هذا وقد استجوب أعضاء البرلمان الرئيس روحاني قبل أيام حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب. وبدوره ربط روحاني كل الأزمات بما وصفه بالمؤامرة والعقوبات الأمريكية، معتبرا أن تظاهرات الشعب الغاضب المستمرة شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي.